بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. دي ليكتشر نمبر 8. الليكتشر نمبر 8 هنتناول فيها سيكشن 3. سيكشن 3 بيكمل كلام عن الوير كلوز اللي احنا اشتغلنا عليها في السيكشن السابق، وشفنا ازاي في الوير كلوز هنا بنحط الكونديشنز اللي احنا عاوزينها علشان على اساسها يتم استرجاع البيانات من الداتابيز. فسيكشن 3 هيكمل الكلام عن الوير كلوز، وهنتعرف يعني على مزيد من التفاصيل في تعاملنا مع الوير كلوز، وايضا هيضيف علينا اوردر باي. والاوردر باي زي ما هنشوف دي الكلوز او الاضافه الجديده اللي احنا هنضيفها على السلكت ستيتمنت عشان نعمل سورتنج للداتا او نعمل ترتيب للداتا اللي بيتم استرجاعها من الداتابيز قبل ما نعرضها على اليوزر. ثم بعد كده هيدينا انترودكشن تو الفانكشنز. خلينا نبدا. اما نفتح الاي ليرنينج سيستم هنلاقي ان سيكشن 3 بيتكون من 3 ليسونز. انا دلوقتي هشتغل في الليسون رقم 1 اللي هو عنوانه Logical Comparisons and Precedence Rules. الليسون ده بيركز على ايه؟ هل انا اما اجي اكتب في الوير عاوز احط conditions او شروط في الوير، هل لازم يكون عندي condition واحد فقط ولا ممكن اذكر اكتر من condition؟ ممكن احدد اكتر من شرط يتم استرجاع البيانات على اساسهم ولا لا؟ فالاجابه يس، تقدر تكتب اكتر من شرط. طيب هجمع ازاي بين الشروط المختلفه دي؟ فالليسون ده بقى بيركز على الجزئيه دي، ازاي تكتب اكتر من شرط في الوير وازاي تجمع بين هذه الشروط. خلينا نبدا. اولا بيقول لي انت عندك حاجه اسمها لوجيكال كونديشنز. يعني ايه لوجيكال كونديشنز؟ تعال نقرا كده. Logical conditions combine the result of two component conditions to produce a single result based on them. يعني ايه بقى الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجة. انت دلوقتي اما جيت تسترجع بيانات من الداتابيز كان عندك شرطين عاوز تنفذهم عشان تسترجع البيانات بناء عليه. مثال، انا عاوزك ترجع لي الموظفين اللي بيعملوا في القسم رقم 5، ادي كونديشن صح؟ والكونديشن ده المفروض لو اتنفذ هيرجع مجموعة معينة من الصفوف، هيرجع ريزلت معين. لكن انت عاوز تطبق شرط كمان ان يكون الناس دي بالاضافة انهم شغالين في قسم رقم 5 ان يكون كمان بياخدوا راتب اكبر من 5000 او اكبر من 7000 ريال مثلا، فده شرط تاني صح؟ اللوجيكال كونديشن بقى هو يقصد بيها ايه؟ ان احنا هنجمع الريزلت بتاعت الكونديشن الاول مع الريزلت بتاع الكونديشن التاني ونخرج لك سنجل ريزلت ست تكون هي دي النتيجة النهائية. فاحنا الصفوف اللي هترجع هنحاول نجمعها مع بعض ونوفق الشروط عليها كلها ونرجع لك ريزلت ست واحدة ينطبق عليها الشرطين. انا عاوز الطلبة اللي اتخرجوا من قسم كمبيوتر ساينس وكان الجريد بتاعهم A بلس مثلا، او الجريد بتاعهم مثلا 4 من 5، ايا كان بقى طريقة حساب الجريد في المكان اللي احنا بندرس فيه. فانا هنا عندي كم شرط؟ شرطين. الشرط الاولاني هيجيب لي كل الطلاب اللي اتخرجوا من قسم كمبيوتر ساينس. لكن هل انا عاوز كل الطلاب؟ لا. أمال أنت عاوز إيه؟ أنا عاوز فقط اللي جاب 4 من 5 كتوتال جي بي إيه، أو المعدل التراكمي بتاعه 4 من 5، يبقى ده شرط تاني. فاللوجيكال كونديشن هيعمل إيه؟ هيجمع لك بقى بين الريزلت الأولى والريزلت التانية ويخرجهم لك كريزلت ست واحدة ينطبق عليها الشرطين، يكون خرج من كمبيوتر ساينس وكمان الجي بي إيه بتاعه 4 من 5. أدي المقصود، وهو ده اللي احنا هنعمله هنا. طيب هل في طريقة تانية للجمع بين اكثر من شرط؟ ايوه، في طريقة تانية باستخدام الاور. اللي انا قلتها دي اللي انا لسه ده المثال اللي ضربه كان باستخدام الاند، اللي انا عاوز الطالب اللي اتخرج من كمبيوتر ساينس وفي نفس الوقت ينطبق عليه الشرط التاني اللي هو يكون جاب 4 من 5. فلو عندي طالب يتوفر فيه شرط واحد من الشرطين انا مش هاخده، مش هطلعه في الريزلت. انا عاوز الشرطين مع بعض، عاوز يكون راتبه مثلا 7000
لكن في نفس الوقت يكون شغال في القسم رقم 5. ما تقوليش ده بياخد 7000 وهو شغال في قسم رقم 7، انا مش عاوزه، انا عاوز الناس اللي في قسم رقم 5 وبتاخد راتب 7000. فلازم في الاند كونديشن يكون، ايوه، يكون الشرطين متحققين، لازم يكون الشرطين متحققين، قيمتهم الاثنين بترو. لكن ممكن في احيان تانية لا، انا عاوز لو توافر فقط احد الشرطين اتس اوكي، انا عاوزه معايا في الريزلت. يعني على سبيل المثال، شوف المثال ده، all employees will receive a raise، الموظفين هياخدوا زيادة على الراتب، either by، اما ايه بقى الشرط ان هم ياخدوا زيادة على الراتب، by having a perfect attendance record، ان يكون الاتندنس ريكورد بتاعه ممتاز، الراجل ده ما بيغيبش، الراجل ده بيحضر على طول ممتاز، or by meeting their monthly sales quota، او يكون وفى بنسبة المبيعات المطلوبة منه في الشهر. فاهم؟ فهنا احد الشرطين لو تحقق يبقى الموظف ده هياخد زيادة في الراتب. فكأن انا ببص في مرتبات الموظفين او ببص في سجلات الموظفين اشوف مين يا جماعة الناس اللي هي الاتندنس بتاعها بيرفكت، اهم 1 2 3 4 5، ادي الخمس موظفين دول الاتندنس بتاعهم بيرفكت، دول هياخدوا زيادة على الراتب. بس دول اللي هياخدوا زيادة على الراتب؟ لا، هات لي كمان الناس، هات لي كمان الناس اللي حققت نسبة المبيعات المطلوبة منها في الشهر، فطلعوا 1 5 10 20 موظف اهم. اوكي، يبقى الخمسة الاولانيين دول اللي اتحقق فيهم الشرط الاولاني بلس ال20 التانيين اتحقق فيهم الشرط التاني، هياخدوا هم كمان زيادة في الراتب. فهمت بقى الفرق؟ يبقى في الاور لو تحقق احد الشروط يكفي ان هذا الصف يظهر معايا في الريزلت سيت. طبعا يعني لو تحقق الشرطين يبقى خير وبركه، يبقى 100 100 يعني. لكن الاور يكفيك، ايوه، وان كونديشن عشان تظهر هذا الصف في الريزلت. لكن الاند لا، لازم الشرطين يتحققوا مع بعض. ادي الموضوع بتاع الاور او الايه الاند. لو بصينا هنا هنلاقي بقى زي ما اتفقنا، عندي الاند returns true if both conditions are true. ايوه كده، الاند هترجع true امتى؟ لو both conditions are true، لازم يكونوا الشرطين متحققين. اوكي، الاور لا، returns true if either condition is true، لو واحد بس من الconditions متحقق. النوت returns true if the condition is false، النوت بتستخدم في النفي، النوت بتستخدم فين؟ في النفي. فالنوت هترجع true امتى؟ returns true if the condition is a is false. فهو لو الcondition بfalse هتحط قدامه النوت فيقلبه الـ a لtrue. صح كده؟ مش ده المنطقي؟ نفي نفي إثبات زي ما احنا كنا بنقول باللغة العربية. طيب تعال نشوف مثال. المثال اللي قدامي ده زي اللي انا قلته لك بالظبط، select كذا وكذا وكذا from employees، والشرط ايه؟ where ان الديبارتمنت اي دي اكبر من 50، يبقى ادي اول شرط، and السالري اكبر من 12000. يبقى الراجل عشان يظهر معايا في الريزلت ست لازم يتوافر فيه الشرطين دول، القسم اللي بيعمل فيه يكون رقمه اكبر من 50، وفي نفس الوقت كمان يكون الراتب بتاعه اكبر من 12000. لو بصيت في الريزلت الراجعة هتلاقيها كلها ينطبق عليها هذه الشروط، اهو الديبارتمنت اي دي 90 90، فكلهم اكبر من 50، الرواتب بتاعتهم كلهم اكبر من 12000. اوكي، فده منطقي. لو حبينا نجرب، تعال نروح انا وانت هنا اهو، هقول والله انا عاوز اعمل سيلكت مثلا للفيرست نيم والسالري، ولا خلينا نبدا بالديبارتمنت اي دي اهو والسالري، الكلام ده from الجدول اللي اسمه employees. طيب ايه الشرط ده؟ انا عاوز احط شرطين بقى مش شرط واحد. فوير اولا ان الديبارتمنت اي دي يكون مش ايكوال، عاوزين نقول اكبر من 50. الشرط التاني، طب بص خليني اعملها بشرط الاولاني كده عشان تاخد بالك، هنعمل run نشوف كده اللي هيحصل ايه. كده جاب لي ايه؟ جاب لي الناس اللي شغالين في قسم رقم 50 وقسم رقم 60 و80 و90 و100 وكل حاجه.
صح؟ عدد الصفوف دي تقريبا 10 صفوف. طيب انا هزود شرط كمان، فاقول له اند يكون الراتب بتاعه اكبر من 12,000. هنا الدنيا هتختلف. ليه بقى؟ لانه هيمسك الناس اللي ينطبق عليهم الشرط الاول يفلترهم حسب الشرط الثاني، صح؟ ما احنا اتفقنا الاند لازم الشرطين يكونوا متحققين. فلو عملنا ران دلوقتي هتلاقي النتيجة خفت بقى. هيشوف بقى كام؟ بقوا 3 صفوف. شاف الناس اللي ينطبق عليها الشرطين مع بعض. اوكي يا جماعة؟ ادي الموضوع. فالاند انا بكرر تاني لازم الشرطين يبقوا بترو عشان تشوف الريزلت اللي انت عاوزه. مثال تاني زي ده. هنا بيقول انا عاوز ارجع الناس بشرطين. الشرط الاول ان يكون الهاير ديت بتاعه تاريخ تعيينه قبل التاريخ ده، ويكون الجوب اي دي بتاعته لايك كذا، ويكون الجوب اي دي بتاعته اسمها زي اس اي وما الى ذلك. طبعا اللايك احنا خدناه بالتفصيل السكشن اللي فات. فهنا لازم ينطبق الشرطين. لو حبينا نجربها هاخد كوبي من الجملة دي واعدل فيها اهو. انا عاوز دلوقتي الدنيا تختلف شوية. انا عاوز اجيب الهاير ديت معانا، الهاير ديت اللي هو تاريخ التعيين، وقلت له الشرط اولا وير ان يكون الهاير ديت، ادي الهاير اندر سكور ديت، يكون اكبر من تاريخ معين، وانا احدد التاريخ اللي هو كاتبه لي اللي هو تقريبا هو كاتب 01 جون، معلش اتاكد انا مش حافظ 01 جان 1998 جان اللي هو جانيور يعني 1900، وخلي بالنا نكتبها صح 1998. على بص كده لو جربنا الجملة دي بس لوحدها نشوف كده رن جاب لي كام واحد. جاب لي ناس كتير قوي، ده جاب لي 7 صفوف كلهم تاريخ التعيين بتاعهم لو ركزنا هنا هنلاقيه أكبر فعلا من 1 جانيوري 1998. طب بس أنا مش عاوز كده، أنا عاوز شرط كمان. الشرط التاني إيه؟ إن يكون الجوب أي دي، خليني أشيل الديبارتمنت أي دي وأخليها جوب أي دي، آدي الجوب أي دي. والشرط التاني عندي إن يكون الجوب أي دي لايك إس إيه وبعدين أي حاجة بعد كده. طيب نشوف كده اللي هيحصل. هما كانوا 7 صفوف، اما نعمل ران دلوقتي رجع لي كام؟ 3 صفوف. ليه؟ ايوه لانه اما طبق الشرط الثاني على مجموعه الصفوف اللي رجعت له بتطبيق الشرط الاولاني، فادى الى ان اللي ينطبق عليهم الشرطين مع بعض هما 3 صفوف فقط. ولو ركزنا هنلاقي بالفعل اهو الناس دي، ادي تاريخ التعيين كله اكبر من 1 جانيوري 1998، والحاجة التانية بالفعل كلهم يبدأوا بإس إيه وأيا كان بعد كده الجملة. مفهوم؟ آدي الفكرة من الأند كونديشن. يبقى إحنا خدنا مثالين هم اللي وضحوا لنا الدنيا كلها. هنا بقى في الأور زي ما اتفقنا، if the where clause uses the or condition the results returned from a query will be rows that satisfy either one of the or condition. الريزلتس اللي هترجع لك هي الصفوف اللي ينطبق عليها احد الشرطين، مش لازم الشرطين مع بعض، صح كده؟ فعلى سبيل المثال in other words all rows returned have a location id of 2500 او they have a manager id equal to 1024 او 124. يعني ايه بقى؟ انا عاوز الديبارتمنتس اللي موجوده في اللوكيشن 2500 او يكون المدير بتاعهم 124. فلو الديبارتمنت بتاعنا موجود في اللوكيشن 2500 اوكي، ما كانش موجود حتى في 2500 لكن المدير بتاع هذا الديبارتمنت رقمه 124 برضو اوكي، هتهولي في الريزلت. اوكي تعال نجربها كده. احنا عاوزين نسيلكت الديبارتمنت نيم والمانجر اي دي واللوكيشن اي دي. اهو انا هعمل كلير اقول له سيلكت الديبارتمنت اي دي واللوكيشن اي دي والمانجر اي دي، ماشي، فروم الجدول اللي اسمه ديبارتمنتس. انت عاوز
كل الديبارتمنتس، لا انا عاوز شروط وير ان اللوكيشن اي دي يساوي 2500، يكونوا الديبارتمنت ده في الموقع 2500. طيب ما كانش في الموقع 2500، طب تعال نجرب كده لو لحد هنا رن، ها طلع كام واحد؟ صف واحد فقط هو اللي ينطبق عليه الشرط ده. طيب بس انا مش عاوز دول بس، ده انا عاوز كمان لو هو مش في القسم او في اللوكيشن 2500 وكان المدير بتاعه رقمه 124 برضه هاته معاك في الريزلت. فلو عملنا ران دلوقتي ها طلع ايه؟ طلعوا اتنين. بقى لو ركزت شويه هتلاقي الصف الاولاني ينطبق عليه الشرط بتاع ان المانجر اي دي 124، الصف الثاني ينطبق عليه الشرط بتاع ان اللوكيشن اي دي 2500 ولا ينطبق عليه الشرط الثاني، وهو مش ضروري، ما احنا اتفقنا الاور شرط واحد لو اتحقق يكفيك. طيب النوت اوبريتور بقى، ايوه انت لو تذكر احنا خدنا النوت ده امتى بالظبط؟ اما كنا بنتكلم على البتوين وكنا بنتكلم على الان، وعرفنا ان هو بيستخدم للنفي فهو بيعكس النتيجه صح. The not operator will return rows that don't خلي بالك don't satisfy the condition in the where clause. يعني ايه؟ زي المثال اللي احنا خدته انا وانت في السكشن اللي فات، وهنا بيقول له ايه؟ select the department name واللوكيشن اي دي فروم الديبارتمنتس وير ان اللوكيشن اي دي نوت ان 1700 و1800. يعني ايه نوت ان؟ ايوه يعني عاوز اي ديبارتمنت مش موجود في الموقعين دول، مش موجود في الموقعين دول غير موجود نوت. لو انا كنت حذفت نوت يعني كاني بقول له هات لي وير ان اللوكيشن ان المكانين دول، لكن هو بيقول له نوت ان، فيبقى اي حاجه بخلاف هذين الموقعين. ادي استخدام النوت، احنا شفناها قبل كده دي. اوكي تمام. بعد كده هنلاقيه بقى بيتكلمني على ايه؟ الرولز اوف بريزيدنس. لو تذكر نفس الكلام ده احنا اتناقشنا فيه قبل كده اما كنا بنتكلم على الاريثماتيك اوبريتورز، فاكر؟ قلنا احنا عندنا بلس وماينس وملتي بلاي وديفيجن، مين في العمليات دي اللي هيتنفذ الاول؟ فاكر الكلام ده؟ فنفس الكلام هنا. هنا بيقول ممكن يكون الكونديشنز اللي انت حطيتها بقى اصبحت معقده شويه، انت جمعت من اكثر من كونديشن فاصبح شكل معقد زي كده. يعني شوف هنا مثلا وير ان ديبارتمنت اي دي ان، وراح حاطط شرط اند، حاطط شرط تاني اور، وحاطط شرط تالت. ازاي هيتم تنفيذ الشروط دي؟ مين اللي هيتنفذ الاول؟ زي ما هو كاتب هنا ايه، وات هابنز فيرست. في الحاله دي برضو الاوراكل او السيكوال مش هتسيبنا يعني كده، لا في قواعد لازم نكون عارفينها، فهتلاقي الجدول ده يوريك الاوردر. فهو هنا بيقول لك لو الجمله بتاعتك تشتمل على الكثير من الاوبريتورز زي المثال اللي خدناه، فده الترتيب المنطقي اللي هيحصل فيه. لو في اريثماتيك اوبريتورز هتتنفذ الاول، في كونكاتينيشن هتتنفذ بعد كده، في كومباريزن اوبريتورز ثم هيجي عليها الدور، وهكذا. لكن لو انا مركز قوي بقى زي الليسون ده، ما هو موضوعه اللي هو مين؟ ايوه اللوجيكال كونديشنز، الاند والاور والنوت، مين اللي فيهم هيتنفذ الاول؟ فهو هنا قال لك بقى خلي بالك نوتس ذات، انتبه ان الاند اوبريتور از ايفالويتد بيفور ذا اور اوبريتور. ايوه نخلي بالنا، لو انت حاطط شروط وجامع بينها بالاند والاور مع بعض في نفس الجمله، مين اللي هيتنفذ الاول؟ الاند. حتى تشوف الترتيب هنا اهو، الاند ترتيبه رقم 7 والاور ترتيبه رقم 8. فلو انا عندي شروط جامع بينها في بالاستخدام الاند والاور في نفس الجمله، يبقى انا اخلي بالي وابقى مركز ان الاند هو اللي هيتنفذ الاول ثم بعد كده هننفذ الاور. خلاص يبقى الجمله اللي كان عرضها لنا دلوقتي دي اللي هو مدينا المثال بيها فروم الامبلويز وير ان الديبارتمنت دي ان كذا and the first name like كذا or كذا، ايه اللي هيحصل الاول؟ بالظبط الديبارتمنت اي دي ان 5080 هيتنفذ الاول، ويتنفذ بعد كده الشرط بتاع اللي الفيرست نيم لايك كذا، وبعدين يتم الجمع بين نتائج الشرطين باستخدام الاند، ثم
بعد كده نبقى ننفذ الجزء الخاص بالأور. شفت الحكاية دي؟ دي مهم. يبقى تاني وير ان الديبارتمنت اي دي ان 5080 ده هيتنفذ الاول. طيب وبعدين هيتنفذ الشرط بتاع الفيرست نيم لايك سي، وبعدين هيتم الجمع بين النتائج بتاع هذين الشرطين باستخدام الاند. الريزلت اللي هتنتج من تطبيق الاند على الشرطين دول هيحصل معاها بقى اورنج مع الشرط الثالث اللي اسمه لاست نيم لايك كذا. ده الترتيب المنطقي اللي هيحدث. طب انا بقى عشان يعني راجل متمرس بقى وشفت الكلام ده ساعه الارثماتيك اوبريتورز، عشان اخلص نفسي من الزحام ده اعمل ايه؟ تفتكر؟ برافو عليك، حط اقواس. الترتيب اللي انت عاوزه انت ممكن تفرضه على السيكوال وعلى الاوراكل في التنفيذ باستخدام الاقواس. فانا هقول والله انا اهم حاجة عندي ان الشرطين دول يتنفذوا الاول، اوكي، يبقى حطهم بين اقواس، هتديهم اولوية في التنفيذ. بعد ما حطيتهم بين اقواس، ها، ضيف بعد كده بقى اي شروط انت عاوزها تاني. خلاص فهمت الحكاية دي؟ فاذا في حالة ان يكون في اكتر من شرط مستخدمهم في نفس الجملة، انتبه ان الاند هتتنفذ الاول قبل الاور. طب انا عاوز اخلص من الزحام ده كله، استخدم الاقواس وافرض الترتيب اللي انت عاوزه في التنفيذ على الاوراكل والاس كيو ال. اوكي يا جماعه؟ تمام. ما تنساش تمر على الترمينولوجي وتطمن ان كل الكي تيرمز اللي هنا انت عارفها كويس وبتعرف تطبق الامثله اللي عليها. هنتوقف عند هذا القدر ونكمل في الفيديو القادم ان شاء الله.